مثل ما قال ماري فريم السرياني، قال عن الصليب، قال هذا هو ابن النجار الماهر، ركب صليبه فوق الجحيم بالعة الجميع، وأجاز الإنسانية إلى دار الحياة. تصور الصليب هو جسر فوق الموت. مين عم يقطع عليه؟ عم يقطع عليه الناس من دار الموت إلى دار الحياة. شيء عظيم يسوع العظيم. نحن ماشي تنحمل صليبك، تنحمل صليبك، من الفقر منتحرك ونمشي الطريق، مجد الدنيا باطل، تنحمل صليبك، تنحمل صليبك.